هي منقذة اللاجئين والسورية التي حمت المئات من نهاية محققة، وقررت الأمم المتحدة منحها منصباً رسمياً. فماذا فعلت هذه السورية وكيف حققت تلك النتائج وتفوقت في أكثر من مجال في وقت واحد؟ إنها يسرى مارديني، الفتاة السورية الوحيدة لدى الرياضيين، وهي كذلك واحدة من المدرجين على قوائم مقدمي المساعدات الإنسانية لدى هيئة الأمم المتحدة، التي وقف خبراؤها أمامها احتراماً وتقديراً على ما قدمته من منطلق إنساني بحت، وذلك بعد أن أنقذت 20 شخصاً من مصير أسود في أعماق المتوسط. كان التفوق الرياضي الذي تحققه يسرى قصة ملهمة للجميع، وتم تتويجها عند مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016، ولم تكن حينها قد تجاوزت 20 عاماً من العمر، لكن هذه الشجاعة السورية تجاوزت التفوق الرياضي إلى تفوق آخر في المجال الإنساني، بعد أن خاطرت بحياتها لإنقاذ اللاجئين الذين كانوا سيتحولون إلى وجبة للأسماك في البحر المتوسط. يسرى كانت تجلس أمام الشاشات تشاهد بتأثر شديد أحوال اللاجئين من أهل بلدها، الذين اضطرتهم أحوال النزوح والهجرة إلى أوضاع إنسانية قاسية، لكنها قررت التخلي عن التأثر النفسي والبكاء أمام الشاشات، وصممت أن يكون لها دور عملي تقدم من خلاله المساعدة إلى السوريين وإلى كل من يمكنها الوصول إليها ممن يعانون من قسوة اللجوء. فكيف نجحت هذه الفتاة السورية؟ البداية الأولى ليسرى كانت حينما تركت دمشق مع شقيقتها، وكانت وجهتها إلى لبنان ثم تركيا، وأخيراً كان عليها الدخول في أصعب مواجهة بمحاولة الوصول إلى لبنان على متن قارب فوجئ ركابه بأنه تعطل في عرض البحر، لكن تلك الرحلة كانت طريقاً إلى نهاية في قلب الأعماق. فكيف تصرفت هذه السباحة لحماية الأرواح التي كانت معها؟ على الفور اتخذت يسرى قرارها بالقفز في المياه مع شقيقتها وشخصين آخرين، وبدأت السباحة لمدة 3 ساعات، حاولوا خلالها حماية القارب الصغير الذي كان يقل 20 شخصاً. وكانت خطة يسرى التي نفذتها لحظيا تستند إلى فرض طوق حماية من السباحين حول القارب في عرض البحر، وأصبح 4 سباحين حول القارب يحاولون إعادة توازنه بين الأمواج القاسية. كان الموقف في غاية الصعوبة على المستوى الإنساني. على متن القارب سيدات ورجال من مختلف الفئات العمرية، جميعهم يرفعون أيديهم وناظرين إلى السماء يدعون الله، وليس أمامهم غيره في ذلك الموقف الذي كان أقرب إلى النهاية منه إلى النجاة. ويبدو أن أبواب السماء وقتها كانت مفتوحة، فقد أصبحت يسرى سبباً لنجاة 20 لاجئاً من نهاية صعبة. وأخيراً وصل القارب بمن عليها إلى جزيرة ليسفوس اليونانية، بينما خرجت يسرى من المياه تحاول التقاط أنفاسها قدر الإمكان بعد الأزمة القاسية التي عاشتها مع فريقها والذي شكلته في لحظات الإنقاذ لهؤلاء اللاجئين، لتتحول إلى قصة ملهمة أمام ملايين البشر حول العالم، واحتفت بها وسائل الإعلام ومن قبلها 20 لاجئاً الذين كتبت لهم على يديها الحياة، لتجعلها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة عن جدارة.